وعلى العلاقات الغير شرعيه كاين بزاف شباب يقول لك انه انا ما نقدرش نروح ندير الخطوه الاولى قبل ما نعرف هذه الفتاه، كيف ذلك؟ يقول لك معليش انه انا نحكي معها لمده اسبوع او اسبوعين بنيه الارتباط، والفتاه ايضا يعني تفتح المجال لهذا الاحاديث، يقول لك نعرفوا بعضنا شويه هكا ونشوف هل توالمني هذه الفتاه او لا، والشاب يقول لك ايضا يعني الفتاه ايضا تقول لك هل يوالمني هذا الشاب او لا، وهي طريقه اصلا خاطئه وطريقه يعني محرمه في الشريعه الاسلاميه وتفتح الكثير من المفاسد. وصارت مدرجه ايضا طريقه اخرى، نعم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، نعم، والعالم، نعم، الافتراضي. نعم، لما نحكيو العلاقات هنا يعني اقامه العلاقات والتعارف قادره تكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، او الان يعني مع هذا التطور انا نشوف يعني العلاقات راهي ولات يعني المصاحبه والخروج الى الشارع والنزهه، ويعني كاين ايضا يعني الى اكبر من 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 هذا. ونقولوا انه هناك نروحوا للطريقه الشرعيه اللي هي التعارف في يعني في الاطار الشرعي اللي هي الخطوبه، لانه الشاب او الفتاه اللي تقول لك انه انا ما نقدرش ندي انسان ما نعرفوش، انا نقولها انه هنا راكي يعني ظلمتي نفسك، لانه عندك مرحله مهمه وحكينا عليها من قبل اللي هي مرحله الخطبه اللي تقدري تعرفي بها هذا الشاب، وانت ايضا اللي تقدر تعرف بها هذه الفتاه في الاطار الشرعي، فعلاش احنا نروحوا لاقامه علاقات غير شرعيه ونقول انه انا باش نعرف هذا الشاب، هل ستضمنين فعلا انه هذا الشاب راح يديك؟ لانه الان الشاب يعني تختلف كل واحد ونيته، تختلف النوايا، صح؟ تختلف النوايا، صح؟ نعم. كاين اللي يقول لك انا ناوي نخطبها نروح نعرفها قبل ما نخطبها. نعم، نعرف عقليتها، نعرف عقليتها قبل ما نخطبها. نعم، نعرف عقليتها قبل ما نخطبها. وكاين يعني بعض الفتيات بزاف يطيحوا في هذا الامر، والمشكل وين؟ تريح معاه لمده عامين، ثلاث اعوام، اربع اعوام، خمسة اعوام. مشكل اخر استاذه، يعني حتى في تعريف المفاهيم عندنا في المجتمع الجزائري بزاف يخافوا من 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 الخطوبه، يقول لك هي التزام رسمي. نعم. في حين الخطوبة الغرض منها هو التعارف. نعم، هو وعد بالزواج. شوف أخويا لطفي، الخطوبة هي وعد بالزواج، إيه؟ وهي مرحلة للتعارف. الحكمة التشريعية منها أنه الشاب والفتاة يعني يعرفوا بعضهم ضمن الإطار الشرعي وبين العائلتين. حنا علاش العائلات تاوعنا لما هذه الأمور اللي سمحها الشرع ما يعرفوهاش وعدم إدراكهم بالأحكام الشرعية هي اللي خلت للأسف الشباب يروحوا يهربوا وين يروحوا؟ يروحوا للحرام. الخطبة، أنت لما الشاب يخطب هذه الفتاة ويجي يتقدم لك للمنزل في مرحلة الخطبة، نحكي في مرحلة الخطبة، وتكون هناك يعني جلسات عائلية يتناقشوا فيها أمور يعني بين الأب والأم، حتى لا قدر الله إذا ممكن مستقبلا حدث مشكل أو كذا، يكون العائلة على دراية يعني بتلك المرحلة اللي يعني جازوا بها هؤلاء.